قول يا ابو تركي، تتوقع انه يصدر قرارات الليله؟ والله اتوقع المفترض، وانا دائما القرارات الانضباطيه اللي فيها عقوبه للتجاوز ما ودي تتاخر يعني، عشان ما يكثر اللغط والمشاكل. لكن خليني اقول لك ابو جود، بعيدا عن الفلسفه واني قاعد امارس المناظر السيئه، ما ودي حقيقه تصير في الرياضه السعوديه. لما يظهر ملعب يعني مو مناسب له غير لائق في الدوري السعودي مثل ما ظهر في ديربي الاهلي والاتحاد، تضايقنا، قلنا الملعب الرديف، صحيح ظروف الملعب الامير عبد الله الفيصل والشرائع، رفض الاهلي مع كامل تقدير واحترامي للمسؤول. انا طلعت الموضوع ما نبغى المظاهر السيئه، لانه خلاص اذا نقلت للعالم هذا مظهر دورينا. احنا قاعدين نقدم، نبغى نستضيف. لما تطلع مباراه الاتحاد والاهلي على ملعب رديف وبهالشكل وبهالصوره شيء ماساوي، فما بالك الشيء اللي صار في المدرج. من زمان عند المظاهر لنا لا هي اثاره ولا هي بلم الاثاره، هذه اساءه وفيها تجاوز واصوات عاليه. ذيك الليله ما استمتعنا يعني، ردت فعل بعد المباراة فنية والله، عاد مباراة كانت على أعلى مستوى، أشغلونا بهذا وتناقل بالوات وشوف كم انتقل، وردود الفعل استمرت لأن مظهر غير حضاري. صراخ ما راح أسمي لأن قضية منظورة، وأنا يوم الأيام اشتغلت في المنظومة ودائما يقول لي المسؤول إذا صار قضية منظورة ترى بحق الضباط حاكمك. فأنا أقول المظهر غير حضاري، والقرارات يجب يكون في تثبت، وإذا كان مخطئ المخطئ ياخذ عقابه، ما هو مخطئ لا تقول سمعت وقلت مخطئ ياخذ عقابه من الطرفين، ما فيها رحمه، لانك انت تحافظ على سمعه رياضه بلد، ولا يليق ابدا بدوري يحمل مسمى امير التطوير، امير محمد بن سلمان، هذا منظر رئيس نادي ولا في حتى في الحواري ما يصير هذا. والله اقولها بحرقه، لا يزعل لا خالد ولا فلان، انا اقول المظهر هذا غير حضاري ولا هو تنافس، ولا اللي صار في السوشيال ميديا ولا في حسابات الانديه ولا الكلام الفاضي. يعني يا جماعه تنافس، فاز المباراه من حقك تستمتع وتقول في حسابك. انت شايف اللي قاعد يصير في حسابات الانديه؟ هذا مظهر او منظر او سلوك ما كامل تقدير واحترامي للمنظومه الرياضيه. اذا ما تضع حد، شوف اللي قالك والله انا لا حسابات الانديه هذه حريه، لا مي حريه، حريه فيها استفزاز، نوصل درجه افتقدنا للفروسيه، ما في فروسيه في 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 الفوز وفي الخساره بصراحه، يعني فيها استفزاز، كانها وات بينك وبين اصدقاء وشلل وضحك. تكلم عن فوزك عن انتصارك وحط اللي تبغى، حط الاهداف، اقعد شارك تغنى بفوزك، بس ما يصير في اساءه وتهكم يا جماعه. يعني كل انا قال لك اذا النادي الكبير يسوي كذا النادي الصغير هذا على طول تبعه. فانا اقول بدون تسميه يا جماعه لابد من الحزم في المواضيع، السوشيال ميديا، المناظر، المخرجين، يعني اذا شفت منظر سيء ترى ما نتشرف نشوف هالمدرج وهالصجه دي، والله ما يشرفنا، والله ما يشرف الرياضه السعوديه يطلع واحد رئيس نادي يتخابط مع احتياط. ايش الكلام الفاضي؟ كنا مستمتعين بالمباراه ومهاراته واهدافه، لكن نقول ننتظر قرارات انضباط. واتمنى ان كل مخطئ ينال عقابه بدون رحمه بدون طبطبه، لانه اذا ما في حزم الحين هتنفلت السبحه.